السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح النهاردة البراكتيكال فارماكولوجي بتاع مديول الانفكشن. هيجي لنا السؤال في الامتحان على هيئة كيس وشوية أسئلة واحنا نحلها. طيب عندنا الكيس عن دوايين، يا إما فانكوميسين يا إما الأمينوغليكوسايد. طيب هنتعامل مع الكيس ازاي في الامتحان؟ ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ادي كيس جابها لي في الامتحان. اول حاجه لازم ابقى عارفها انا مع انهي دواء من الاثنين. لقيت ان هو كاتب في السؤال فانكوميسين، يبقى انا كده هتعامل مع الفانكوميسين. طيب ايه بقى اللي المفروض اعرفه من الكيس اللي عندي؟ هعرف الارقام والنوع. قال لي وومن، يبقى دي فيميل. طيب 53 سنه، 79 كيلو، الطول 167. لازم ابقى عارف كل الارقام دي، ويفضل لو تعلم عليها في الامتحان بحيث انك تسهل على نفسك. 8/10 ده السيرم كرياتينين اللي هو الاختصار بتاعه SCR. الام اي سي 1 جرام. التارجت بتاعي من 15 لـ20. ده بس اللي انا عايزه، ده بس اللي انا عايزه. هيسألني في الامتحان على 3 حاجات. اول حاجة حاجات عن البيشنت، ثاني حاجة حاجة اسمها بي كي، تالت حاجة حاجة عن الدوز. طيب الحاجة اللي عن البيشنت دي انا مديها لك بالظبط في الكيس اللي اديتها لك. انا قلت لي احنا لسه مطلعين ان عمرها 53 سنة، ان السيرم كرياتينين 8/10، ان الهايت بتاعها 167، الويت بتاعها 79، والجندر فيميل. ما عندناش اي مشكلة في دي. تاني حاجة هتسأل عليها اللي هي البي كي، تالت حاجة الدوز. طيب ده كله هجيبه منين؟ ده كله هجيبه من حاجة اسمها فانكوميسين كالكيوليتور، ودي هنطلعها من على جوجل زي ما احنا هنشوف دلوقتي. اول حاجة ندخل على جوجل، هنكتب فانكوميسين كالكيوليتور. تمام، لو ظهرت لك دي اول واحدة اللي فيها علامة سي سي دي، ابعد عنها تماما، مش هي دي. نسبة كبيرة في الكلية تظهر لنا دي اول واحدة اللي هي عليها الرمز الاحمر بتاع الآلة الحاسبة دي، فندخل عليه. دلوقتي تظهر لك البيج دي، فاحنا مفروض دلوقتي هندخل الداتا اللي جات لنا في الكيس. طيب اول حاجة بيقول الايدج كان عندها 53 سنة. طيب الاس سي ار كان 8/10. الطول كان 167. طيب هناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ان الطول هنا معمول بالانج، لا بالانج، لا انا المفروض عايزاه بالسنتي. تمام. طيب الوزن عندي كان 79 كيلو، ادي 79 كيلو، هي كانت فيميل. هخلي دي اون، ودي هخليها من 15 لـ20. بنسبة كبيرة برضه في الكلية بقوا مغيرينها لك، بس تحسبا خلينا عارفين كان كاتب في الكيس تارجت ثرو كان من 15 لـ20. يبقى انا دلوقتي كتبت الداتا زي ما جت بالظبط. يبقى انا خدت بالي من 3 حاجات لازم اخلي بالي منهم كويس جدا. اول حاجة ان الطول لازم يبقى بالسنتي، تاني حاجة ان الرينج بتاعي لازم يبقى من 15 لـ20 زي ما هو قال لي في الكيس، تالت حاجة ان انا لازم اخليها اون. تمام، بعديها بنزل ما بكتبش اي حاجة تانية وبدوس كالكيوليت. دي الداتا اللي ظهرت لي، هناخدها زي ما هي بالظبط، هننقلها في الحاجات اللي موجودة عندنا. بعد ما نطلع الريزلت بتاعتنا كده الكيس كلها اتحلت، كل حاجة مكتوبة قدامك. الدوز كاتبها 1000، البي كاتبها، ده كده كل الدوز، برضو البي كي كلها موجودة. طيب هو مش ممكن تطلع الارقام بتاعتنا مختلفة؟ يعني بي دي اف الكلية مطلعينها 50 واحنا حاليا مطلعينا 52، هل دي كده غلط؟ لا دي كده صح. ممكن يطلع لنا اختلافات بسيطة جدا في الارقام، فالاختلافات دي ما تبقاش اي تعملش اي مشكلة، ويبقى فعلا اجاباتنا زي ما هي صح. طيب في حاجتين بقى هما مش مكتوبين في عندنا، بس ممكن يسألونا عليها في الامتحان. زي ايه؟ اول حاجة الانفيوجن ريت. الانفيوجن ريت ده اصلا هو الابليكيشن نفسه او جوجل نفسه هيبقى مطلعها لك، يعني في السيتنج تحت اللي احنا ظبطنا منها وخلينا اون وكتبنا التارجت من 15 لـ20، هي دي هتلاقي فوق كاتب لك الانفيوجن ريت اللي هو 750. طيب ما فيهاش مشكله، دينا طلعناها. ايه الانفيوجن تايم ده بقى؟ الانفيوجن تايم ده يعني الوقت اللي انت الدوز اللي هي الالف دي هياخده فيها. هو مش 750 دي تبقى في كل ساعه؟ اه. وانا الدوز بتاعتي 1000، اه يبقى ده دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط 750 والساعه والالف، مش عارفة الوقت بقى بتاع الساعة بتاع الألف دي ايه، هعمل طرفين في وسطين هيطلع لي 1.3. ما بتجيش في الامتحان عموما، بس نعرفها اللي هو كمعرفة عشان لو جات نبقى مستعدين لأي حاجة. لو حد بيحل من كتاب القسم او معاه البي دي اف بتاع الكلية هيلاقي ان في سؤالين ريتنج تحت. الاسئلة الريتنج مش تيجي اصلا في الامتحان، هي الموجودة عندنا بس ان احنا نطلع الارقام دي.
نيجي للكيس التانية وهي الكيس بتاعت الامينو جلايكوسايد، زيها زي الفانكوميسين بالظبط. عرفت تحل دي هتعرف تحل دي. طيب الكيس عندنا اهو، هنتعامل معاها ازاي؟ هنبدأ نبص على الارقام اللي مدهلنا. ميل 62 سنة، وزنه 64 كيلو، الطول 172، ال SCR 2.6. ناخد بالنا من اسم الدواء بتاعنا اللي هو الجنتاميسين. طيب البيك بخمسة، السروب نص، الفي احنا مش هنغيرها دلوقتي واحنا شغالين لان هو مديني نفس 26%. مش هنخسر حاجة في الامتحان لو بصينا على الفي دي وبصينا على الفي اللي هتطلع لنا، اللي هو نتأكد لو هي هي كمل وكان بها، مش هي هي ابقى غيرها ساعتها. طيب هيسألني هنا على ايه؟ هيسألني على نفس الثلاث حاجات، الداتا بتاعت البيشنت، البي كي، وهيسألني عن الدوز. الداتا بتاعت البيشنت دي نفسها اللي انا هدخلها، عنده 26 سنة، الوزن، الطول، النوع، الفي دي، البيك، السرو، ما عندناش فيها اي مشكلة. اول حاجة ندخل على جوجل، ندخل على امينو جلايكوسايد كالكيوليتر، هندخل على التانية اللي عندها رمز الالة الحاسبة اللي لونها احمر دي زي ما عملنا المرة اللي فاتت. دي البيج اللي هتظهر لنا اللي المفروض نملى فيها الداتا بتاعتنا. اول حاجه الدراج، هو قال لنا في الكيس ان هو جنتاميسين فاحنا سايبينه زي ما هو. لو جالنا حاجه تانية فهنختار طبعا من الثلاثه دول، هو جاب لنا جنتاميسين هنخلينا زي ما احنا. طيب عمر الراجل كان ان هو 62 سنه، الاس سي ار كان 2.6، طوله 172، طبعا لازم نحولها لسنتي، هنعمل الداتا عادي زي ما احنا مليناها المره اللي فاتت، الوزن 46 كيلو. البيك عندي كانت بخمسة، والسرو كان بنص، ده كل اللي انا طالباه منك. وهننزل تحت وندوس كالكيوليت، ظهرت لي الداتا دي، هناخدها زي ما هي هنحطها في المكان اللي هو طالب لنا ان احنا نملاه. بعد ما طلعنا الريزلتس خلاص هناخدها زي ما هي وهننقلها. هو مدينا الفي، مدينا الكي، مدينا السي ار سي ال، مدينا الهاف لايف، برضو الدوز نفس كل حاجه. الدوز هننقلها، هناخد الحاجه من هنا من على الابلكيشن او من على الكمبيوتر وننقلها عندنا في الورقه. برضو عندنا اللي بيذاكر من كتاب القسم او هيذاكر لي من البي دي اف بتاع الكليه لو نزل، برضو الاثنين ريتنج اللي تحت مش عندنا، بالنسبه لي دول بس اللي هيجولكم في الامتحان. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الكيسز كويس. كل المطلوب منكم بعد ما تسمعوا الفيديو ان انتوا هتجربوا تحلوا الكيسز دي مره كمان، وان شاء الله كده الفارما تبقى مضمونه معاكم.